بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. بسم الله الرحمن الرحيم. عن جابر بن عبد الله الأنصاري عن فاطمة الزهراء عليها السلام بنت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال سمعت فاطمة أنها قالت دخل علي أبي رسول الله في بعض الأيام فقال السلام عليك يا فاطمة فقلت عليك السلام قال إني أجد في بدني ضعفا فقلت له أعوذك بالله يا أبتاه من الضعف فقال يا فاطمة ائتيني بالكساء اليماني فغطيني به فأتيته بالكساء اليماني فغطيته به وسرت أنظر إليه وإذا وجهه يتلعلأ كأنه البدر في ليلة تمامه وكماله فما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسن قد أقبل وقال السلام عليك يا أمام فقلت وعليك السلام يا ولدي ويا قرة عيني وثمرة فؤادي فقال لي يا أماه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جدي رسول الله صلى الله عليه وآله فقلت نعم إن جدك تحت الكسام فأقبل الحسن نحو الكسام وقال السلام عليك يا جداه يا رسول الله أتعذن لي أن أدخل معك تحت الكسام فقال وعليك السلام يا ولدي ويا صاحب حوضي قد أذنت لك فدخل معه تحت الكسام اللهم صل على محمد فما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسين قد أقبل وقال السلام عليك يا أمام فقلت وعليك السلام يا ولدي ويا قرة عيني وثمرة فؤادي فقال لي يا أماه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جدي رسول الله صلى الله عليه وآله فقلت نعم إن جدك وأخاك تحت الكسام فدنا الحسين نحو الكسام وقال السلام عليك يا جداه السلام عليك يا من اختاره الله أتعذن لي أن أكون معكما تحت الكسام فقال وعليك السلام يا ولدي ويا شافع أمتي قد أذنت لك فدخل معهما تحت الكسام اللهم صل على محمد وآل محمد فأقبل عند ذلك أبو الحسن علي بن أبي طالب وقال السلام عليك يا بنت رسول الله فقلت وعليك السلام يا أبا الحسن ويا أمير المؤمنين فقال يا فاطمة إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة أخي وابن عمي رسول الله فقلت نعم ها هو مع ولديك تحت الكسام فأقبل علي نحو الكسام وقال السلام عليك يا رسول الله
أتعذن لي أن أكون معكم تحت الكسام؟ فقال وعليك السلام يا أخي ويا وصي وخليفتي وصاحب لوائي. قد أذنت لك. فدخل علي تحت الكسام. اللهم صل على محمد وآل محمد. ثم أتيت نحو الكسام وقلت السلام عليك يا أبتاه يا رسول الله. أتعذن لي أن أكون معكم تحت الكسام؟ فقال وعليك السلام يا بنتي ويا بزعتي. قد أذنت لك. فدخلت تحت الكسام. اللهم صل على محمد وآل محمد. فلما اجتمعنا جميعا تحت الكساء أخذ أبي رسول الله بطرفي الكساء وأومى بيده اليمنى إلى السماء وقال إن اللهم إن هؤلاء أهل بيتي وخاصتي وهامتي لحمهم لحمي ودمهم دمي. يعلمني ما يعلمهم ويحزنني ما يحزنهم. أنا حرب لمن حاربهم وسلم لمن سالمهم وعدو لمن عاداهم ومحب لمن أحبهم. إنهم مني وأنا منهم. فاجعل صلواتك وبركاتك ورحمتك وغفرانك ورزوانك علي وعليهم وأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل. فقال الله عز وجل يا ملائكتي ويا سكان سماواتي إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مدحية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مزيئة ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا في محبة هؤلاء الخمسة الذين هم تحت الكسام. اللهم صل على وآل محمد. فقال الأمين جبرائيل يا ربي ومن تحت الكسام؟ فقال الله عز وجل هم أهل بيت النبوة ومعدن الرسالة هم فاطمة وأبوها وبعلها وبنوها. اللهم صل على محمد وآل محمد. فقال جبرائيل يا ربي أتعذن لي أن أهبط إلى الأرض لأكون معهم سادسا؟ فقال الله نعم قد أذنت لك. فدخل فهبط الأمين جبرائيل وقال السلام عليك يا رسول الله. العلي الأعلى يقرؤك السلام ويخصك بتحية والإكرام ويقول لك وعزتي وجلالي إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مدحية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مزيئة ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا لأجلكم ومحبتكم. وقد أذن لي أن أدخل معكم فهل تعذن لي يا رسول الله؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وعليك السلام يا أمين وحي الله إنه نعم قد أذنت لك. فدخل جبرائيل معنا تحت الكسام. بار دیگر بلندتر صلوات صلوات پڑھنا عظیم عبادت ہے. سب مل کے باواز بلندتر صلوات. فقال لی ابی
ان الله قد اوحى اليكم يقول انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت ويطهركم تطهيرا اللهم صل وعلى محمد فقال علي عليه السلام يا لابي يا رسول الله اخبرني ما لجلوسنا هذا تحت الكساء من الفضل عند الله فقال النبي والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبينا إلا ونزلت عليهم الرحمة وحفت بهم الملائكة واستغفرت لهم إلى أن يتفرقوا فقال علي عليه السلام إذن والله فزنا وفاز شيعتنا ورب الكعبة فقال النبي ثانيا يا علي والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبينا وفيهم مهموم إلا وفرج الله همام يا فارج الهموم فرج همومنا بأصحاب الكسام ولا مغموم إلا وكشف الله غمام يا كاشف الغموم اكشف غمومنا بأصحاب الكسام ولا طالب حاجة إلا وقضى الله حاجتام يا قاضي الحاجات اقض حوائجنا بأصحاب الكسام فقال علي عليه السلام إذن والله فزنا وسعدنا وكذلك شيعتنا فاضوا وسعدوا في الدنيا والآخرة ورب الكعبة إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما